كانوا زاروك الطباع وعطاوك نصايح، واش راك تقول عليها؟ نصايح راهم باينين، نصايح عندك عندك السيكيريتي ما بين ديستونس عبد المنعم والباغي وتغسل يدك في الانتيجين هذا باينه. غير ما بغاش كل واحد يكون واعي بحب الحجم تاع هاد الكارثه اللي رانا فيها. السلام عليكم. هاد الفيروس ماهوش حاجه سهله، الفيروس راه قاتل، يعني في 24 ساعه قادر يقتل اي شخص عزيز علينا، سيرتو اللي عندهم امراض مزمنه واللي عندهم يعني فراجيل في الصحه تاعهم وكاع الشيوخ والناس اللي عندها الامراض المزمنه، هادو نقضوا عليهم يعني بلا ما نعذبوا. المناعة عندهم قليلة، المناعة قليلة، ماهيش قوية.